بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. نبدأ ونواصل أيها الإخوة التعليق على القواعد والحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من التعليق على 50 قاعدة، وبقي 21 أو 21 قاعدة سوف نكمل التعليق عليها إن شاء الله. ولعلي إن شاء الله إن كان يعني بقي لدينا وقت، هذه القواعد التي ذكرها الشيخ هنا طبق معظمها في كتابه تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، صح؟ ولكن هناك قواعد تفسيرية مهمة رأيت الشيخ طبقها في كتابه التفسير ولم يذكرها في كتابه هنا، فيمكن أن أذكرها لكم في نهاية الدروس، وهي قواعد مهمة يبدو أن الشيخ يعني لم يتنبه لها أو لم يرصدها في كتابه هذا. فلعلنا نبدأ إن شاء الله، سيقرأ لنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن إن شاء الله. الله يوفقك. يلا، القاعدة 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 51: كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء. وأخر بس شوية، ما شاء الله صوتك. الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين، تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق، لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه. ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له، فإذا طلبتم حوائجكم وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأما قوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته، ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا عن غير الله، عالما أنه لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يدخل فيه الأمران، فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاؤه ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنته الخشوع والخضوع وإخفاءها وإخلاصها لله تعالى. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. وقوله: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وقوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. نعم،
نعم، هذه القاعدة 51 يعني خلاصتها أن الدعاء الموجود في القرآن الكريم يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فهذه القاعدة هي موضوع قرآني كأنه يريد أن يلخص كيف عرض القرآن الكريم موضوع الدعاء، وقال إنه لا يخلو إما أن يكون دعاء مسألة أو دعاء عبادة، سواء كان أمرا أو نهيا أو غير ذلك. فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والمقصود بدعاء المسألة هو الدعاء الذي يسأل فيه العبد ربه شيئا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء، هذا دعاء مسألة. وأما دعاء العبادة فهو أوسع من ذلك، فكل عبادة يقوم بها الإنسان فالمقصود بها دعاء العبادة، الصلاة والزكاة وغيرها فهي كلها المقصود بها الدعاء وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، الصلاة والزكاة والحج فهي في حقيقتها دعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، وقال الدعاء هو العبادة، أليس كذلك؟ والصلاة كلها دعاء ونحو ذلك. هذا هو خلاصة كلام الشيخ في هذه القاعدة، فهي لا تحتاج إلى تعليق. هو يريد أن يقول أن الدعاء الذي ورد في القرآن الكريم يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، والأصل أنه يعني يشمل الأمرين، ما لم يقيد بدعاء المسألة كما في قول رب إني مغلوب فانتصر فالمراد به دعاء المسألة. وبين المؤلف رحمه الله يعني كيفية دعاء الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى في القاعدة هنا، وأنه يدعوه بها في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة، وكلاهما يعني لا بد منه، من لم يعبد الله سبحانه وتعالى فليس بمسلم، ومن دعا أو من عبد الله ودعا غيره فليس بمسلم، ليس كذلك؟ فالدعاء هو العبادة، يعني هذا خلاصة هذه القاعدة، وهي يعني تعتبر موضوع من التفسير الموضوعي وليست يعني قاعدة تفسيرية. لذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه هذا مفهوم القواعد عنده أوسع من مفهوم قواعد التفسير الاصطلاحي المعروف، فيشمل قواعد التفسير ويشمل كليات التفسير ويشمل قواعد الفقه حتى. نعم، القاعدة 52. قال رحمه الله تعالى القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. أما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبقى للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به فأي داع للإكراه وأي موجب له. ونظير هذا قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: يجادلونك في الحق من بعدما تبين، أي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعاً وعقلاً. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وذكر السبب لهذا اللوم وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل. ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان
وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان، فقال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه، قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة، قال تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى. وقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن، حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. نعم، يعني مضمون هذه القاعدة التي سماها الشيخ قاعدة، ولكنها هي قاعدة فطرية، قاعدة عقلية، قاعدة شرعية أيضا، وهو أن الحق إذا اتضح وبان فلا مكان للمجادلة فيه، وأن الأدلة التي أوردها الله سبحانه وتعالى على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كمال هذا الدين ونحو ذلك من القضايا التي أورد عليها القرآن أدلة كثيرة لا مجال للمجادلة فيها لوضوحها. هذا خلاصة هذه القاعدة. ذكر هو قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. تفسير هذه الآية الذي ذكره الشيخ أن هذا خبر: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. البعض يرى أن هذه الآية هي من باب النهي عن الإكراه في الدين، يعني لا إكراه في الدين معناها لا تكره أحدا على اعتناق الإسلام فإنه لا يجوز ذلك، وكلا الأمرين صحيح، فإنه خبر والمقصود به النهي أنه لا يجوز الإكراه في الدين. والصحيح أنه لا إكراه في الدين أنه أيضا أشبه ما يكون بقاعدة، أنه لا يمكن لأحد أن يكره أحدا على اعتقاد قلبي، لأنك لا يمكن أن يجاملك ويظهر لك الإيمان والانقياد ولكنه من الداخل مكذب. ولذلك معنى هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على دخول هذا الدين أبدا، وحتى المرتد عندما يرتد فإنه ظاهر الأمر أنه يكره على العودة إلى الدين، أليس كذلك؟ وإلا فسيضرب عنقه، فهذا لا يدخل في الإكراه، وإنما هو حماية لجناب الإسلام ومن هؤلاء السفهاء الذين قد يعني يفسدون نفوس المؤمنين بخروجهم وارتدادهم. وإلا فإنه لا يمكن لأحد أن يكره أحدا على اعتقاد أبدا، لأنه سرعان ما يرجع عن اعتقاده إذا فقد هذا الإكراه. فلذلك لا إكراه في الدين هي كما ذكر الشيخ هي خبر، ولذلك هو يقول هنا: إذا تبين هذا من هذا لم يبقى للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية، فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به فأي داع للإكراه وأي موجب له. فالشيخ نظر إلى الآية من زاوية أخرى، يقول لا إكراه في الدين، لماذا؟ قال: ليس هناك حاجة للإكراه. لماذا؟ قال: لأن الأدلة واضحة وجلية على كمال هذا الدين، فالذين سيدخلون فيه سيدخلون طوعا فلا حاجة إلى الإكراه. هذا وجه لكي يؤيد هو هذه القاعدة، ولكن الوجه الآخر أنه لا يصلح أصلا الإكراه في الدين، لأنه سرعان ما يرجع عن هذا الاعتقاد إذا فقدت وسائل الإكراه. فلا بد أن يعتنق الإنسان العقيدة بطوع وباختيار وبمحبة وبإقبال. ولذلك هرقل أدرك هذا المعنى عندما سأل أبا سفيان في الحديث المشهور، فسأل أبا سفيان وقال له: إني سائلك عن هذا الرجل الذي بعث فيكم، اللهم صل وسلم عليه. قال: سل. فكان من ضمن الأسئلة، قال له: هل يرتد أحد منهم بعد أن يدخل في الدين سخطة لدينه؟ قال: لا. فلما جاء هرقل يشرح له هذه الأسئلة، لماذا سألتك عن كذا؟ قال: وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه فأجبت أن لا.
وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. خلاص، لأنه اعتنقه عن قناعة. وهكذا ينبغي دائما أن تكون يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون فيها إكراه، وهذا معنى لا إكراه في الدين، حتى إذا اعتنقه عن قناعة تمسك به ودافع عنه وقاتل في سبيله ومات عليه. أما الذي يعتنق الدين مجاملة فإنه سرعان ما يرتد عنه. فهذا معنى القاعدة، أنه يقول أن الآيات القرآنية تدل على أنه إذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية والعملية محل. هي على كل حال ليست قاعدة من قواعد التفسير، ولا تنتفع بها في تفسير القرآن. لو أتيت إلى تفسير القرآن الكريم وتريد أن تنتفع بهذه القاعدة في بيان المعاني لن تستفيد منها، لكنها قاعدة عامة استخرجها من مجموع الآيات القرآنية التي ذكرها في هذا الجزء يعني. طيب، القاعدة 53. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص ولا تنقص الأجر شيئا. وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته، ونفحة عظيمة من نفحاته، وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وانشقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله على عباده. وإحسان صرف، أحسن الله عليكم، يعني خالص، أحسن الله عليكم، وإحسان صرف من الله على عباده، حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر. وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة، مزيل لمشقتها، محصلة لثمراتها. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءهم في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات، وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضا الله تعالى. فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها، حمد الله وشكر، وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجى عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة، والله أعلم. بارك الله فيك. القاعدة 53 يقول: من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة،
ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. يعني خلاصة كلامه في هذه القاعدة، أولا هي قاعدة يعني فقهية معروفة في الشرع كله، أن الأجر على قدر المشقة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نصبك، كما في البخاري. لكن الله سبحانه وتعالى في شرعه يوجد قدر من المشقة، لكنها مشقة محتملة. الصلوات الخمس فيها قدر من المشقة، المحافظة على صلاة الفجر فيها مشقة على الإنسان، المحافظة على الاستيقاظ دائما مبكرا والذهاب إلى المساجد وإسباغ الوضوء في الليالي الباردة، وأهل جدة ما عندهم يعني ما عندهم برد شديد يعني مثل أهل الرياض ولا أهل الجنوب، في أيام الشتاء البارد يكون البرد شديد المياه، فإسباغ الوضوء على المكاره هذا فيه أجر عظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الحسنات، فهذا فيه مشقة لكنها مشقة محتملة وهي جزء من الدين. الآن الصيام طويل اليوم، يعني النهار أطول من الليل، أليس كذلك؟ تقريبا النهار تقريبا 15 ساعة ونصف تقريبا أو كذا، فهذا فيه مشقة. والحر، الصيام في الحر ليس كالصيام في البرد، فأيضا فيه مشقة لكنها مشقة محتملة. وإذا كانت هذه المشقة تشق على بعض الناس لدرجة أنه لا يحتملها فقد جعل الله له مخرجا، كما في القاعدة الكبرى التي تكلمنا أو أشرنا إليها أن المشقة تجلب التيسير، لذلك ذكر الله هذه الحالات في آية الصيام: فالإنسان المريض خفف عنه، والعاجز خفف عنه، والمرأة المرضع خفف عنها. وانظر إلى هذا يعني هي مشقة موجودة، هي جزء من العبادة لكنها مشقة محتملة، والله سبحانه وتعالى يأجر الإنسان على قدر ما يحتمل ويصبر. لكن ليس معنى هذا، والشيخ نبه على هذا، أن الإنسان يتعمد أن يشق على نفسه مشقة زائدة لكي يكون أجره زائدا. مثال ذلك أن يقول: الآن أنا لن أحج على في السيارة، سأحج على قدمي حتى أتعب أكثر، ويرى أن هذا مقصد شرعي، كما كانوا يقولون زمان أن أول ما خرجت السيارات فرأى بعضهم أن الحج، قال الحج على الإبل أجره كامل، أما الحج على السيارة فيذهب نصف الأجر، فلما خرجت الطيارات قال لا يؤجر إلا ربع الأجر، وهذا كله تحكم لا صحة له. وأيضا لم يتعبدك الله سبحانه وتعالى أن تذهب إلى بسيارة، أو لو وجدنا طريقة أسرع من الطيارة ركبنا فيها ما في مشكلة. فالمقصد الأساسي هو أداء النسك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس المقصود هو أن تشق على نفسك. أو مثلا واحد يقول: أنا لن أشغل المكيف في السيارة حتى يعني يكون مشقة أكثر وفي شدة الحر. وأذكر أحدهم في مشاعر منها يعني طف المكيف والناس يعني احترت، فقال: حتى تؤجروا أكثر. فقال واحد: يعني المكيف شغال؟ قال: إيه شغال، بس أنا طفيت علشان يكون أجركم أعظم. فقال: هذا ما فهم المقاصد الشرعية، لم يتعبدنا الله بأن نبقى في الحر مع قدرتنا على البقاء في الظل. وهكذا، فالمقصود بالمشقة هي المشقة التي لا تنفك عن العبادة وهي مشقة محتملة لكن يمكن الإنسان يصبر عليها. مثلا ممكن تصلي التراويح مثلا قد يتعبك مثلا القيام، لكنه مشقة محتملة وأجرها عظيم، والإنسان لابد أن يصبر في أداء العبادة، يصبر على الصيام ويصبر على القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام الليل حتى تفطرت قدمه. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه قد أطال القيام عليه الصلاة والسلام حتى تأثرت قدمه. يعني تخيل الآن أنك تقوم الليل وتقوم حتى تتفطر قدمك، تتشقق، ماذا يدل عليه ذلك؟ جرب شوف، ما تتفطر قدمك وتتعب إلا بالقيام الطويل والمستمر. وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك ويرى هذا جزء من شكر نعمة الله عليه. ولذلك قالت له عائشة رضي الله عنها: يعني ألم يغفر الله لك يعني ذنبك؟ أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا ونحو ذلك.
فالمقصود بالقاعدة أن المشقة أو أن الأجر على قدر المشقة والصبر عليها في العبادة، لكن هي مشقة هي جزء من العبادة التي شرعها الله لكي يبتلينا ويختبرنا، فلابد للإنسان أن يصبر، ولا يتوقع الإنسان أن الدين ليس فيه مشقة، لا، بل حتى يا أخواني في المروءات وفي مكارم الأخلاق فيها مشقة. من يريد أن يكسب المحمدة في الناس فلا بد أن يصبر ويوطن نفسه على الصبر. ألم تسمعوا قول السموال الشاعر الجاهلي يقول، وهذه القصيدة من أروع القصائد التي تحث على مكارم الأخلاق، يقول: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. فيقول لابد أنك تتحمل وتصبر وتتحمل الناس وتتحمل الجود والكرم والبذل حتى يعني تنال حسن الثناء في الناس. فيقول: وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. وأخذ هذا المعنى أبو الطيب المتنبي فقال بيته المشهور في قصيدته التي يقول فيها: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. ثم يقول فيها: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. تريد أن تكون أجودي ويقول الناس فلان أجودي، الله يعينك، أنفق أدفع حتى تفلس من الكرم، كما أفلس حاتم الطائي. ولذلك زوجة حاتم الطائي يعني لامته في الكرم، قالت يعني خلاص كفاية، فقال لها: أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. ولذلك نحن ما زلنا نذكر حاتم إلى اليوم ونضرب به المثل في الكرم، لكن مات مسكين مديون. فالشاهد أن هذه المشقات موجودة حتى في مكارم الأخلاق، فكيف بالدين؟ وكيف بمن يريد الجنة؟ لابد أن يحتمل هذه المشقة المحتملة. فإذا زادت المشقة عن حد احتمال الإنسان فتح الله له أبواب التيسير في يعني في جوانب كثيرة في العبادة. فهذا هو خلاصة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، أن الأجر على قدر المشقة، وكما قلت لكم أن الله دل عليها في أدلة كثيرة. وأيضا فيها منة الله سبحانه وتعالى علينا نحن بتسهيل العبادات وتيسيرها، الحمد لله. يعني وش هي العبادات التي فرضها الله علينا؟ سهلة. يعني كان هناك يعني في الأمم السابقة فرض الله عليهم عبادات صعبة، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خير الجزاء، يعني له فضل علينا موسى عليه الصلاة والسلام، عندما فرضت الصلاة فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني كنا بنجلس طول اليوم في صلوات 50 صلاة، لكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإنها قد فرضت على بني إسرائيل فلم يستطيعوا ذلك، أو قال: فإن أمتك لا تطيق ذلك. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فيقول: خفف كم كذا ارجع، فما زال يطلب منه الرجوع حتى وصلت 5، فقال: قد استحييت من ربي. فجزى الله موسى عليه الصلاة والسلام كل خير. ولذلك يشوفون الآن 5 صلوات في اليوم والليلة ولا قدرنا نفي بها، يعني نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ويتوب علينا. فهذا يعني لو كنا كالأمم السابقة في هذه العبادات التي فيها مشقة فعلا، لكن الله سبحانه وتعالى خفف علينا، ويعني خفف علينا العبادات، ولهذا من منة الله سبحانه وتعالى وتيسيره، فله الحمد وله المنة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.